سلام من الله عليكم متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في قناة سؤال. في هذا التحدي عدد إجاباتك الصحيحة ستكشف أنك عبقري، وفي نهاية الفيديو اترك نتيجتك في التعليقات. لنبدأ الآن. هل تستطيع معرفة اسم الحيوان من خلال الصورة؟ تحدي مسلي وممتع، إذا تمكنت من حله فأنت عبقري حقا. أتحداك أن تصل للمرحلة الأخيرة بدون أخطاء. السؤال الأول، خمن هذا الحيوان. الإجابة الصحيحة هي جاموس. السؤال الثاني، خمن هذا الحيوان. الإجابة الصحيحة هي سنجاب. السؤال الثالث، خمن هذا الحيوان. الإجابة الصحيحة هي ماعز. السؤال الرابع، خمن هذا الحيوان. الإجابة الصحيحة هي السمكة. السؤال الخامس، خمن هذا الحيوان. الإجابة الصحيحة هي بطريق. السؤال السادس، خمن هذا الحيوان. الإجابة الصحيحة هي ثعلب. السؤال السابع، خمن هذا الحيوان. الإجابة الصحيحة هي الذباب. السؤال الثامن، خمن هذا الحيوان. الإجابة الصحيحة هي عصفور. السؤال التاسع، خمن هذا الحيوان. الإجابة الصحيحة هي ناموس. السؤال العاشر، خمن هذا الحيوان.
الإجابة الصحيحة هي السلاحف. السؤال 11، خمن هذا الحيوان. الإجابة الصحيحة هي الزرافة. السؤال 12، خمن هذا الحيوان. الإجابة الصحيحة هي الدبور. السؤال 13، خمن هذا الحيوان. الإجابة الصحيحة هي أخطبوط. السؤال 14، خمن هذا الحيوان. الإجابة الصحيحة منار. السؤال 15، خمن هذا الحيوان. الإجابة الصحيحة هي عقارب. كم إجابة صحيحة كانت لديك؟ اكتب العدد في التعليقات، ولمشاهدة التحديات القادمة اشترك في القناة وفعل الجرس.